أنا لو من الاتحاد شو تسوي في يوم المباراة؟ أجيب منتخب العراق وأخليه في ملعب المدينة وأسوي له زفة جماهيرية كل العراق يطلع بها، وخلي الاتحاد الدولي يرقع راسه بألف حائط. أنا أطالب لا حيدر من هذا المنبر. شنو أن تكون مباراة بس هذا العراق وزاد. نخاف ما يحرمونه؟ نخاف ما يحرمونه؟ سفراء 132 دولة سفراء هم هنا بالعراق، أفرض عليهم يصوتون بالجمعية العمومية لرفع العقوبات على العراق، أفرض على السفراء اللي قاعدة تأخذ نفط وتأخذ غاز وتأخذ. لا إذا إحنا ردنا ندور القضية فعلا، هذا مقترح مهم، إذا ردنا ندور القضية يوم المباراة يجي في ملعب المدينة والعراق كله ويحضر الجمهور خذها من عندي ونقبط الملعب وخارج الملعب ومجاني، وبعد ربع ساعة دخول مجاني نخرج بكل شوارع بغداد. أنا اقترح الدخول مجاني وخلي الاتحاد الدولي هي ماكو مباراة طبعا دخول مجاني. أنت في معركة الآن، أنت الآن في معركة، الاتحاد الدولي وضعك ووضع جماهيرك في زاوية ضيقة، الغاية منعته، الضغط على الحكومة، شيطنة القرار، الضغط على إبعاد كرة القدم وشمرها في معركة سياسية. الغريب بالموضوع هاي قضايا